السلام عليكم، كدرس لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في موديلات جداد. نتمنى البنات هاد لا فيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات اللي عجبكم الفيديو، ما تنساوناش من الدعم ديالكم والليجان ديالكم والاشتراك في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. مرحبا بكم. بالنسبه للتوصيل داخل المغرب راه في الامانه او مع واحد الشركه تدير التوصيل حتى للدار على حسب المدن، يعني كاين مدن تيوصلوا ليهم، كاين مدن ما تيوصلوش ليهم، سيرتو المدن الصغار ما تيوصلوش ليهم. بالنسبه لخارج المغرب تنرسل روكوموندي. اللي بغات شي حاجه غادي تدخل عندي البنات في الرقم اللي تيبان لكم، رقم ديال الواتساب. جبت لكم البنات سولد في هاد الباك، لي باك هادو اطقم اكس بي مع ساعه، كاين هاد الموديل. بالنسبه للساعه نتوما تعزلوا الساعه اللي بغيتو، يعني تتاخذوا الطقم اللي بغيتو والساعه اللي بغيتو. تنوريكم الموديلات ديال السوق وتتعزلوا الساعه. بغيتو الطقم مع الساعه اللي انا مصوره معاه ولا ساعه اخرى ماشي مشكل. بالنسبه للثمن ديال هاد لي باك البنات، الطقم مع الساعه الثمن ديالهم 330 درهم. الطقم البنات راه اكس بي. البنات اللي ما عارفين شنو هي اكس بي، اكس بي هي واحد الماركه ديال بلاكيوغ اللي ما تديرش الحساسيه وعندها مده صلاحيه طويله، يعني واخا تقيسوه الماء غير هو. نوصيكم البنات دائما انا تنوصل البنات اللي تيتغداو من عندي انه بعدو بحال لي برودوي شيميك وجافيل، انا تنقولها لكم لي برودوي شيميك وجافيل. اما تاع الماء بالنسبه للاكسبير ما تيدير ليه والو، ولكن لي برودوي شيميك لا. وديجا الريحه راه لي بلاكيوغ ما تيبغيش الريحه. المهم هادو الموديلات البنات اللي كاينين في لي باك. الطقم راه فيه براسلي، فيه خاتم، فيه حلقات، وفيه لاشين بالبوندونتيف. اللي بغات شي حاجه البنات غادي تدخل عندي في الرقم اللي سيبان لكم. بالنسبه للرقم رقم غير ديال الواتساب، يعني راه ما خدامش البنات مكالمات. وسمحوا لي بعض المرات اللي تنتعطل عليكم ما تنجاوبش، غير تبع المرات تنكون مشغوله ولا هذا، داكشي علاش سمحوا لي. بالنسبه للرقم راه هو مكتوب البنات 06 23 47 09 67. نعاود الرقم 06 23 47 09 67، هذا رقم ديال الواتساب. هادو البنات هما لي موديل اللي كاينين. وبالنسبه للبنات هادو الاكسبير الكاليتي المزيانه ديال الاكسبي. ندوزو دابا البنات لي سوتوار، كاين هاد الطقم هذا سوتوار بالغورميطا والحلقات. هادو البنات الثمن ديالهم 200 درهم. كاين هاد الموديل هذا وكاين هذا، هادو فيهم 3 بياس يعني معاهم الكورميطا والحلقات. كاين هذا غير سوطوار بوحدو، هذا 150 درهم، وكاين هذا 170 درهم، هذا بالحلقات ما معاش الكورميط. كاين البنات خواتم مارياج هادو اكس بي، ولكن اكس بي البيض يعني ارجونتي، هادو الثمن ديالهم 130 درهم. ودابا البنات غنخليكم مع واحد التشكيله من الخواتم ديال الاكس بي. بالنسبه للاثمنه ديالهم البنات كاينين ديال 130 درهم، مهم ما بين 100 درهم و 130 درهم على حسب الموديل. هادشي اللي كاين البنات في هاد لا فيديو هادي ديال اليوم. غادي نخليكم دابا مع التشكيله ديال الخواتم، ومن بعد نخليكم مع صور من الكتالوج. تنشكركم بزاف البنات على الكلمه الطيبه، تنشكر الكليانات ديالي الراقيات في التعامل ديالهم، شكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله.